عناوين الصحف اللبنانية لليوم الثلاثاء 27 من شباط 2024. صحيفة النهار: من بعلبك إلى الجولان الأقرب إلى الحرب، محادثات للهدنة في الدوحة ومحكمة العدل تسلمت تقرير إسرائيل. مخزون اليورانيوم في إيران 27 ضعفا وسط قلق متزايد. صحيفة نداء الوطن: الحزب يرفض الورقة الفرنسية ولم يخسر كي يتنازل. يوم الغارات من الجنوب إلى بعلبك وبري، تل أبيب ستقصف مقابل بيروت. منصوري يحول دون زيادة الرواتب خوفا على الليرة. صحيفة الجمهورية: باريس لفصل الرئاسة عن الأزمات. من الجنوب إلى بعلبك الحرب تتوسع، متى يتسلم رئيس الأركان مهماته؟ صحيفة اللواء: يوم الرسائل الطائرة والبعيدة، أية ترتيبات لجبهة لبنان بعد غزة؟ مجلس الوزراء يبحث الخميس في زيادة التعويض المؤقت وتعتيم على مكان الجلسة. صفقة التبادل تشمل أسرى بارزين، ونتنياهو يبقي ورقة اقتحام رفح على الطاولة. صحيفة الأخبار: مفاوضات الدوحة بداية اختراق، تصعيد متبادل، ولبنان يحاور أمريكا لا وكيلها الفرنسي، أجنحة العدو قابلة للكسر. صحيفة الديار: حزب الله يهز عرش التفوق الجوي الإسرائيلي ويتلاعب بمقلاع داود. ساعات من حبس الأنفاس بعد توسع الجبهة، وواشنطن على خط التهدئة. إسرائيل تضغط لفرض وقف النار، والورقة الفرنسية لم تجد من يشتريها. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.